الله لا يمسيكم إلا بالخير والرضا والعافية. أبى أقول لكم قصة صارت لي بصراحة وأنا كنت في الابتدائية، في ثالث ابتدائي على ما أظن. موقف صراحة ضحكني بصراحة، لا ذكرته أضحك. هذا الموقف اللي بصراحة يعني أنا استفدت من هذا الموقف الحمد لله، لكن كان يضحكني لأني أنا هذا الموقف كنت في موقف يعني كنت في هذا الموقف كنت خايف يعني. المهم ما كانت طويلة، كان في درس المطالعة والمدرس الله يغفر له ويرحمه توفى، وكان شديد شوي، شديد على حرص، كان شديد على حرص. وكان هذا المدرس ما شاء الله تبارك الله يحفزنا، كل من ذاكر ابشر بالدلع وابشر بالتشجيع وابشر بالمدح وكل شيء، لكن يا ويك لو ما تدرس. المهم جاء درس المطالعة ذيك اليوم، تعرف يا اللي بيغلط غلطتين تنجلد خلاص، عاد وقت البرد وجلد بالخيزرانة والحركات يا الليل. عاد جا دوري، يوم جا دوري عاد انا للموضوع او اقرا الموضوع، انا قلت كذا، قلت بسم الله الرحمن الرحيم، قلبت القران من الخوف. اللهم صل محمد. اللي معي ماتوا من الضحك، قام المدرس طق اللي عندي قش الضحك وصاح عليه يسمين بالله، يعني يبدا بالبسمله، يعني اي شيء يبدا بالبسمله هذا شيء طيب. انا وقفت ضحكت، هم ضحكوا دام انهم خايفين ضحكوا، المدير طقهم، كان هو مدير المدرسه ومدرس نفس الوقت، وجلدهم وانا من الخوف قلت بسم الله الرحمن الرحيم، قال صح عليك، انا مت من الضحك خلاص من الخوف. يعني الموضوع ابغى اقراه، قرأت الفات قرأت عفوا قرأت قلت بسم الله الرحمن الرحيم من الخوف. هذا الموقف اللي ضحكني بصراحة. الله يعطيكم العافية.